أهلا بكم مشاهدينا في تحت الضوء لليوم، والذي خصصناه لمنتدى دافوس الذي يمتد لأكثر من نصف قرن، والذي يعالج العديد من القضايا ويجمع بين جسور العالم الاقتصادي وكذلك السياسي والمالي ومناقشة العديد من الملفات حول العالم. في هذه الجلسة سوف ندير النقاش بالمشاركة مع الزميل رياض السعدي الذي ينضم إلينا من دافوس من هناك. بالإضافة نرحب بضيوفنا اليوم لمناقشة أبرز هذه المحاور والملفات من لندن، دكتور محمد صالح الفتيح وهو باحث في الاقتصاد السياسي، وكذلك من دافوس السيد باسل الغليني وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة بي ام جي المالية. أهلا بكم معنا على شاشة سي ام بي سي عربية. دعونا بداية نفتح النقاش حول هذا الملف، واليوم يعني نتحدث عن أكثر من اثنين أو قرابة 52 عاما ل المنتدى الاقتصاد العالمي. أبدأ معك دكتور محمد، اليوم في ظل كل ما يشهده العالم من متغيرات، لماذا اليوم منتدى دافوس هو الذي يعتبر أبرز الجسور التي تجمع ما بين العالم في هذه أو في أروقة هذا المنتدى؟ في الحقيقة أهمية منتدى دافوس خصوصا منذ نهاية الحرب العالمية، من نهاية الحرب الباردة، أنه خلق بيئة متفائلة سمحت بولادة العولمة الاقتصادية والعولمة التجارية. الأموال الغربية والتقنيات الغربية تذهب لآسيا لدول العالم الثالث لتعزيز الصناعة في تلك البلدان والاستفادة من المنتجات في العالم الغربي، وبالتالي تحقيق حالة من الرفاهية في المنطقتين. هذه العولمة التجارية والاقتصادية هي كانت تدفع في بداية كل عام في خلال منتدى دافوس، تدفع باتجاه البحث عن حلول للأزمات السياسية حول العالم. لكن هذه البيئة المتفائلة بدأت بالتفكك منذ الحرب الروسية الأوكرانية. نذكر في قمة منتدى دافوس في 2020 التي عقدت في مايو بعد الحرب الروسية الأوكرانية، أن ظهر تغيير في النبرة، تغيير في الطروحات. آخر الطروحات الدبلوماسية في ذلك العام كانت ما طرحه هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي السابق حول ضرورة أن تقديم تنازلات لروسيا لاحتواء لإنهاء الحرب ولمنع تفجر أزمة الطاقة. تلك كانت آخر الطروحات الدبلوماسية التي كان بهدف الحفاظ على الاستقرار. من ذلك العام انتهى الأمر، في العام الماضي بدأ تغيير، في العام الحالي هناك تغيير أوضح. ذهبت الصين إلى منتدى في هذا العام وهي تتحدث أو هي تدعو الغرب للتوقف عن ممارسة الحمائية التجارية والتوقف عن تقييد تصدير التقنيات لها. ما حصل خلال العام الماضي، برغم أن قمة العام الماضي أيضا أو منتدى العام الماضي عقد تحت شعار التعاون في عالم متشظي، إلا أن ما حصل هو أن الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة قيدت تصدير كثير من التقنيات للصين، خصوصا المعالجات المتقدمة. وهناك حديث، نحن نشهد في هذا المنتدى هناك حديث لم يعد عن التعاون العالمي، ولكن هناك حديث عن المصالح الإقليمية والفردية. على لسان معظم المسؤولين الأوروبيين كان هناك تكرار للازمة مقولة نحن الولايات المتحدة نشكل نصف الناتج الاقتصادي العالمي. المسؤولون الماليون خصوصا في المصارف يقولون نحن لدينا فائض مالي كبير. الشركات الغربية تطور تقنيات ذكاء صناعي تقول نحن هذا يفيدنا في تعزيز القدرات الإنتاجية لعمالنا. بالتالي عندما نجمع مختلف هذه التفاصيل نجد أن الدول الغربية تقول نحن مستعدون لتخفيض الاعتماد على الصين والتخلي عنها، حتى لو كان هذا في الحقيقة يأتي على حساب مصالح عالمية بمعزل عن السياسة والقضايا الشائكة. هناك مسألة التغيير المناخي، في الأعوام الأخيرة كان هناك ضغط باتجاه تسريع إنتاج السيارات الكهربائية مثلا لمساعدة في معالجة الاحتباس الحراري، لكن في الأيام الأخيرة كان هناك جدل والحديث بكثير من الريبة تجاه صناعة السيارات الكهربائية في الصين وأنها ستؤثر على الصناعات الغربية. بالتالي هناك بشكل واضح نظرة هي الكثير من الريبة، نظرة بعيدة عن التفاؤل الذي كان سائدا. والتعاون إن حصل فهو سيكون، لن يكون تعاون عالميا، فيكون هناك تعاون إقليمي أو ضيق إنجاز التعبير. دعني أسأل السيد باسل الغلعيني. سيد باسل، وأنت معنا هنا في دافوس، بالتأكيد تعلم بأن الملفات الجيوسياسية هنا في دورة هذا العام تحديدا قد ألقت بظلالها بشكل كبير جدا على فعاليات المنتدى. إلى أي مدى ساهمت تلك الملفات الجيوسياسية بخلط الأوراق هنا؟ لاحظنا هناك الأنظار بدأت تتجه إلى القادة السياسيين أكثر من الملفات الاقتصادية، حتى أن البعض أسماه بدل المنتدى الاقتصادي العالمي المنتدى السياسي العالمي. ماذا تقول في ذلك؟ صحيح، هناك اختلافات على المستوى الجيوسياسي في منتدى دافوس، ومثل ما شفنا جاء الرئيس الأوكراني هنا لإعادة
تذكير العالم في مشكلة أوكرانيا، حتى طلب من أحد رؤساء البنوك الأمريكية لمساعدته في تمويل الحرب. طبعا منتدى دافوس دائما معروف عنه في السنوات الماضية هو مكان لتبادل الآراء والمناظرات في الأمور السياسية والاقتصادية. الأمور الجيوسياسية عندنا ما هي هي ليست فقط الحرب الأوكرانية مع روسيا، ولكن كذلك الحرب على غزة، والآن مؤخرا التطورات بين باكستان وبين إيران كذلك. هذه طبعا كلها ملفات ساخنة نوقشت في هذا المنتدى. نعم، يعني مثل ما تحدثت سيد باسل وكذلك رياض، يعني اليوم وعلى مدى هذه الأيام منذ بدء منتدى دافوس كنا نتحدث معك في هذه التغطية حول أبرز هذه الملفات، يعني وربما التركيز الأكبر اليوم رياض فعليا أصبح على هذه التحديات الجيوسياسية. هنا أتجه ربما لسؤالي للدكتور محمد، اليوم إلى أي مدى هذا التوجه وكذلك هذه ربما التوترات قد تشكل تحديات إضافية يمكن إضافة لأروقة ما كنا نتحدث عنه ما ناقشه منتدى دافوس على مدار 52 عاما الماضية؟ كما ذكر ضيفك الكريم مسألة تعدد الأزمات حاليا، منتدى دافوس كما ذكرت كان يعتبر بيئة متفائلة لحل الأزمات، دوما يطرح حلول ويطرح تنازلات تقدم الأطراف المختلفة للحفاظ على حالة الرفاهية. تغير هذا مع الحرب الروسية الأوكرانية، الآن النقاش العام يتحدث عن ضرورة التعايش مع حالة الأزمات المتعددة، وأن يكون التفكير بدل البحث عن حلول دبلوماسية والتعويل عليها بشكل مصيري أن يكون التفكير باتجاه الحلول الاستباقية، بمعنى الدول الأوروبية مثلا تناقش أزمة الملح في البحر الأحمر وهي الأكثر تضررا منها أكثر من الولايات المتحدة. فالنقاش الأوروبي يقول أن لا توجد إمكانية لحلول دبلوماسية سريعة وهذه الأزمات مرشحة للتكرار. دكتور محمد لو سمحت، نعم. في هذه الجزئية وعفوا أو عذرا للمقاطعة، لفتني تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث على يجب أن يكون هناك المزيد من الحرية أو الخصوصية للقارة الأوروبية والمزيد من السيادة، استخدم هذه الكلمة. نتحدث عن أمن الطاقة، نتحدث عن المجال الدفاعي، هذا أمر في غاية الأهمية، وكأنه يريد أن يوجد قوة ثالثة إضافة إلى الولايات المتحدة والصين، القوة الأوروبية. إلى أي مدى يعني هذه التجاذبات من الممكن أن تضيف المزيد من الأعباء على الأزمات الموجودة أصلا على مستوى العالم؟ طبعا ستضيف الكثير من الأعباء، لأن الباحثين عن الحلول سيكونون أقل، المراهنين على الاستعداد للأزمات سيكونون أكثر. عندما تحدث الدول الأوروبية عن أن الأزمة في البحر الأحمر على سبيل المثال مرشحة للتكرار وأنهم كانوا يدركون أنها ستحصل لكنهم لم يستعدوا، فنقاشهم الآن هو كيف نستعد لمثل هذه الأزمات في المستقبل. هناك نقاش كبير حول تعزيز قدرات الصناعة الدفاعية خصوصا في المجال البحري وفي مجال الغواصات والأنظمة البحرية المسيرة لتوفير حلول سريعة باعتبار هذه أسرع الحلول التي يمكن تطويرها خلال عام أو عامين. عندما تتجه الدول بشكل أكبر نحو اعتماد الحلول العسكرية فهذا سيؤثر على المدى الطويل على الممارسة الفعلية، وعلى سيكون لديها خيار بين استخدام الخيارات العسكرية المتاحة لها أو المستجدة في الإتاحة لها وبين الذهاب نحو التنازلات الدبلوماسية. يعني ربما هذا التوجه كذلك نشهده من قبل الدول ويعني صناع القرار. أتجه للسيد باسل، يعني كونك رئيس تنفيذي للشركة، اليوم نتحدث عن حرص رؤساء الشركات بالتوجه والمشاركة والمتابعة في هذه الملفات التي أصبحت تعتبر كذلك رئيسية في صناعة القرار اليوم. نعم، مثل ما تعرف في السياسة تؤثر على الاقتصاد، وأنا برأيي الشخصي السياسة قبل الاقتصاد، لأنه إذا صار في نوع من الاستقرار السياسي الاقتصاد سيزدهر، ومثل ما شفنا التقلبات الجيوسياسية أثرت على سلاسل الإمداد وأثرت على حركة البواخر في 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 البحر الأحمر، وهذا طبعا سبب عدد كبير من التحديات للقطاع الخاص. لذلك المنتدى كان منصة مناسبة لمناقشة هذه المستجدات التي طرأت مؤخرا في الساحة الدولية. سيد باسل،
سيد باسل لو سمحت لي يعني عفوا للمقاطعة، موضوع عنوان المنتدى نتحدث عن إعادة بناء الثقة، لربما فيه الكثير من للحديث عن هذا الموضوع. لنترك هذا الموضوع بعد الفاصل، لنأخذ فاصل قصير ثم نفتح ملف إعادة بناء الثقة. لماذا تم الاختيار لإعادة بناء الثقة؟ ماذا تقول لي رندا؟ ما هو سبب اختيار هذا الموضوع؟ يعني سوف نكون في تفاصيل أكثر رياض مع ضيوفنا، أرجو أن تبقوا معنا سيد باسل دكتور محمد وكذلك رياض. سوف نذهب إلى فاصل قصير ونعود لاستكمال تحت الضوء بعد قليل. من جديد نرحب بكم مشاهدينا وبضيوفنا، ونتجه مباشرة لضيفنا سيد باسل. يعني أبدأ معك، من أين انتهى رياض قبل الفاصل؟ لماذا إعادة الثقة في هذه النسخة؟ مثل ما تعرفي هناك عدة ملفات شائكة ويختلف عليها المشاركين في دافوس، غير التقلبات الجيوسياسية، عندك التغيرات المناخية، التوقعات تقول هناك 12 تريليون دولار خسائر بالاقتصاد العالمي ب 2050، إضافة إلى عدد كبير من الوفيات كذلك. الملف الثالث اللي هو الذكاء الاصطناعي، في مجموعات تؤيد طبعا هذا التوجه في الاقتصاد، ومجموعات أخرى ترفضه وتحاول أنه تقلل من سرعة تطوره. لذلك المنتدى يريد أن يعيد الثقة في التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي تطورت في الاقتصاد العالمي. الموضوع الذي أشار إليه سيد باسل، موضوع الذكاء الاصطناعي، طبعا موضوع شائك كما أشار، هناك من بشر هناك من حذر، خاصة هنا في منتدى دافوس. لماذا هذا الخلط وعدم الرؤية فيما يتعلق بموضوع الذكاء الاصطناعي؟ هناك من يسأل من سيقوم بالتشريعات، من هي الجهة التي ستقوم بالتشريعات في موضوع الذكاء الاصطناعي، إلى أي مدى من الممكن الاستفادة من هذا الذكاء أو من هذا القطاع في مجال الأعمال؟ هل من الممكن أن نفقد الوظائف أم نستحصل على وظائف؟ دكتور محمد. السؤالين، آسف. في الحقيقة المسألة تختلف من بلد لآخر، فيما يخص البلدان الغربية تحديدا وهي الأكثر تقدما في تطوير الذكاء الصناعي واستخدامه وبدء استخدامه في الحقيقة، الفائدة ستكون كبيرة للاقتصاد. يعني هذه الولايات المتحدة على سبيل المثال، بياناتها ظهرت هذا العام، نسبة البطالة 3.7% وهي أدنى مستوياتها منذ مطلع السبعينات. 3.7% تعني أن هناك حوالي 6 ملايين فقط عاطل عن العمل، لكن هناك 8 ملايين فرصة شاغرة. هذه بقيت طوال العام 2023، هذه لأول مرة منذ عقود هناك فرص شاغرة تفوق الباحثين على العمل، تفوق العاطلين على العمل.
وهذا يحصل نتيجة عاملين، أول هناك تدفقات مالية كبيرة، مخزون الأموال الذي بدأ منذ وباء فيروس كورونا، وأيضا سحب الأموال أو خروجها من الصين. هناك صافي لأول مرة منذ ربع قرن صافي لتدفق، صافي سلبي تدفق الأموال من الصين للخارج. هذه الاستثمارات الغربية تعود من الصين إلى الدول الغربية خصوصا الولايات المتحدة، وهناك اتساع في عمليات التوظيف بفضل هذه الاستثمارات، وأيضا في استخدام الذكاء الصناعي الذي بات يسهل المهام على كثير من الأفراد، بالتالي هناك حاجة أقل لتدريبهم باستخدام الذكاء الصناعي. بالنسبة للغرب نتذكر أن العولمة التجارية والاعتماد على الصين أو الاعتماد على الدول الآسيوية كان بشكل رئيسي بسبب انخفاض كلفة اليد العاملة هناك، بالتالي هذا سمح بنقل الصناعة. لكن إن كنت الآن ستستخدم الذكاء الصناعي وستستخدم الروبوتات بتكلفة منخفضة، شركة تسلا تطور روبوت حاليا وصل لمرحلة متقدمة من العمل كإنسان اسمه أوبتيموس، تكلفة تصنيعه ستكون ما بين 20 إلى 40 ألف دولار فقط، هذا يعادل تقريبا الأجر السنوي لعامل في الصين أو في بعض الدول الآسيوية. استخدام هذه التقنيات سيسهل على الدول الغربية الوصول لحالة الاكتفاء الذاتي، ستنتهي مرحلة الاعتماد المتبادل. بالنسبة لعنوان المؤتمر بناء الثقة، أنا يسفني القول أن هذا العنوان الصح قد يكون الفرصة الأخيرة لإعادة الثقة، لأنه ما تابعنا المسار الحالي الذي تجر فيه الدول الغربية نفسها، أقل حاجة بالنسبة للدول الآسيوية والدول العالم الثالث، فستظهر حالة من زيادة التوتر، التضحيات التي كانت تقدمها الدول، بعض الدول في المجال السياسي أو الأمني للحفاظ على الرفاه الاقتصادي تتلاشى بشكل سريع. وستكون لذلك نتائج أن الصين التي أيضا تقدم من جانبها تضحيات أو تنازلات للحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الغرب تجد نفسها على ما يبدو دكتور محمد لا تزال يعني موجودة هذه الفجوة ما بين الدول المتقدمة وكذلك الدول يعني النامية اليوم، حتى على العديد من الملفات، ربما كذلك ملف التغير المناخي اليوم والذي يعني يأتي مباشرة بعد الكوب 28 والقرار ربما الذي يعد تاريخي. أتجه إليك سيد باسل ربما بهذا السؤال، يعني اليوم إلى أي مدى كذلك ربما تحدي التمويل مثل ما كان يتحدى دكتور محمد فيما يخص الذكاء الاصطناعي، كذلك التمويل في هذا التغير المناخي هو أبرز المشكلات اليوم؟ نعم، هناك تحدي في آلية تمويل المشاريع التي تتعلق بالطاقة المتجددة. طبعا أحد الحلول الرئيسية للتغيرات المناخية هي الطاقة النظيفة، وهناك طبعا مشاورات مع البنك الدولي وبنوك تجارية لتمويل هذه المشاريع في الدول النامية كونها، آسف، الدول الصناعية كونها أكثر الدول التي يصدر عنها الانبعاثات الكربونية. ولكن ما زال هذا الموضوع يعتبر من أهم الموضوعات التي تتحدث فيها المؤتمرات، ليس في دافوس ولكن في كوب وغيرها من المؤتمرات الدولية. سيد باسل، كم استطاعت منطقة الشرق الأوسط، منطقة الشرق الأوسط، منطقة الخليج الوصول إلى أهداف طموحة فيما يتعلق في موضوع مكافحة التغيرات المناخية أو حتى موضوع الطاقة يعني الطاقة الخضراء وغيرها؟ والله شوف، يعني هناك جهود كبيرة وخاصة من القطاع الخاص، أكوا باور اللي هي تعتبر شركة دولية الآن وليست فقط سعودية، ويملك فيها صندوق الاستثمارات العامة تقريبا النصف رأس المال، ولها مشاريع في 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 دول في إفريقيا، في وسط آسيا، في الشرق الأوسط. هذه تعتبر بوادر إيجابية لمواجهة التحديات المناخية. نعم، يعني لكي ننهي ربما نقاشنا اليوم على العلم بأن يعني الملفات لا تزال قائمة، إلى أي مدى اليوم نتوصل في العديد من الملفات اليوم التي يتم مناقشتها في هذه النسخة الدكتور محمد يمكن الخروج بنتيجة على أرض الواقع اليوم؟ أعتقد أن الشيء الرئيس الذي يمكن للشخص الذي يحضر منتدى دافوس هو أن يكتشف مدى الفجوة ما بين الخطاب المعلن والممارسة الفعلية.
كما ذكر ضيفك العزيز، هناك حديث مثلا عن اهميه البحث عن الانتقال للطاقه البديله وتخفيض الانبعاثات الكربونيه للحفاظ على المناخ. هذا العنوان الذي يتبناه الجميع وهو عنوان جذاب وبراق، لكن الممارسه الفعليه تسير بالاتجاه الاخر. في العام الماضي على سبيل المثال، انتاج كندا والولايات المتحده من النفط والغاز تفوق لاول مره على انتاج النفط والغاز في الشرق الاوسط. لو اضفنا المكسيك سيكون ستزيد الفجوه، ولو اضفنا امريكا اللاتينيه ستزيد الفجوه بشكل كبير. اذا الدول الغربيه تتحدث عن أشياء معينة، لكن لأن الممارسة الفعلية تسير باتجاه آخر. من يحضر منتدى دافوس سيكون لديه فرصة للجلوس في المقعد الأمامي وملاحظة الفرق الحقيقي ما بين الخطاب المعلن، أي جزء من الخطاب المعلن هو فعلا يمارس أو سيكون هناك ممارسة طويلة الأمد والتزام به، وبين الأشياء التي يتم فرضها باعتبارها الضرورات السياسية. الدول الغربية تتحدث عن ضرورة حماية المناخ، إلا أن ممارسة هذا تحقيق الهدف يتطلب منها أن تستثمر أو تستورد الكثير من ما تصنعه الصين في مجال خصوصا توليد الطاقة الكهربائية من الشمس، إلا أن الدول الغربية تفضل فرض عقوبات أو فرض تقييد على استيراد المنتجات وتطويرها محليا. هذا سيؤخر تحقيق أهدافها، وهنا نجد الفجوة ما بين الخطاب وما بين الممارسة. وضحت الفكرة دكتور. شكرا جزيلا لك، ونشكر تواجدك معنا دكتور محمد صالح الفتيح، وأنت باحث في الاقتصاد السياسي. كذلك نشكر ضيفنا الذي كان معنا مباشرة من دافوس، السيد باسل الغليني، وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة بي ام جي المالية، ومشاركة مناقشة هذه الجلسة كذلك زميل رياض السعدي. شكرا جزيلا لكم، وبهذا مشاهدينا نأتي لنهاية تحت الضوء. نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.